السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم حول موضوع خطوات اتخاذ القرار والإبداع، وهذا الموضوع هو جزء من موضوع الفصل السادس، الفقرة والجزء الثاني من هذا الفصل. أولا، يفترض بنا أن نعرف مفهوم خطوات اتخاذ القرار، وهي سلسلة من الخطوات المنطقية التي يعتمدها متخذ القرار من أجل اتخاذ قراره لمعالجة المواقف الإدارية أو الموقف الإداري الذي يتطلبه هذا القرار. وتتمثل هذه الخطوات بالآتي: الخطوة الأولى تتحدث عن تشخيص المشكلة. بالتأكيد إن القرار أتى بالشكل الذي يؤدي إلى معالجة موقف أو معالجة مشكلة. مرحلة تشخيص المشكلة تتمثل بالموقف الإداري الذي تتطلبه عملية اتخاذ القرار، في حين أن الخطوة الثانية المتمثلة بالبحث عن البدائل يتمثل بإيجاد بدائل ومسارات العمل والتي تم استخدامها كحلول للمشكلات السابقة، وهذه البدائل قد تواجه عقبات وقيود قد تفرضها الإدارة العليا في المنظمة السياحية والأنظمة الحكومية الأخرى، والإمكانات التكنولوجية والظروف الاقتصادية وقابليات ومصالح الأفراد العاملين في المنظمة السياحية. إن الخطوة الثالثة تتمثل بتقييم البدائل، وهي خطوة جدا مهمة في سلسلة اتخاذ القرار، وهي تعنى بمعرفة إيجابيات وسلبيات كل بديل من البدائل، حيث يمكن توزيع النتائج الاحتمالية لكل بديل، وذلك بالاستفادة من التجارب السابقة والتنبؤات والاجتهادات الشخصية. وقد يؤثر الحدث في عملية اتخاذ القرار الإداري، وبالتالي فإن الحدث هو عملية نفسية تنقل الإدراكات بشكل لا شعوري، كما قد يستخدم الحدث في تحقيق التكامل بين الأفكار التي تبدو مترابطة لأول وهلة، والحدث يتطلب الخبرة العملية الواسعة، في حين أن الخطوة الرابعة تتمثل باختيار البديل الأفضل، حيث تبلغ عملية القرار ذروتها عندما يمارس المدير اجتهاده النهائي، أي عندما يختار البديل الأفضل من بين البدائل، وهو ذلك البديل الذي يتوقع أن يأتي بأفضل النتائج. في حين طلابي الأعزاء، تكمن الخطوة الخامسة في تنفيذ البديل الذي تم اختياره، حيث عندما يتم اختيار البديل الأفضل يتوجب على مدير المنظمة السياحية أن يضعه حيز التنفيذ، وأن هذه الخطوة قد تكون سهلة في بعض الأحيان ولكن قد يكون صعبا في حالات أخرى، وبالتالي لا بد من التأكيد على مجموعة من الخطط التشغيلية، فضلا عن دراسة ردود الفعل المتمثلة بمقاومة التغيير. وهناك كثير من النتائج الغير متوقعة التي تواجه المدير على الرغم من الدراسة المستفيضة للقرار قبل اتخاذه. الخطوة السادسة والأخيرة المتمثلة بالمتابعة والتقييم، حيث تمثل الخطوة النهائية في عملية اتخاذ القرار، وبموجبها يتوثق المدير من نجاح القرار من خلال قدرته على تحقيق النتائج المرجوة منه. من أجل عملية اتخاذ قرار صحيحة واتباع الخطوات المنطقية في عملية اتخاذ القرار، لا بد أن يتضمن القرار درجة من الإبداع لكي يكون هذا القرار معالجا للمشكلة التي تواجه الإدارة، حيث يتضمن القرار الإداري درجة كبيرة من الإبداع، ويقصد بالإبداع الإتيان بفكرة جديدة أو إعادة تركيبة المعرفة القائمة أو إيجاد مداخل جديدة لحل المشكلات، وهو طريقة للتفكير أو الحياة. كما أن الإبداع لا ينمو ولا يترعرع في مناخ إداري يسوده التأفف من الجديد
والتخوف من المسالك غير المطروقة سابقا. ويمكن للمدير تنمية روح الإبداع بمجموعة من الأساليب والطرق. هذه الأساليب يعتمدها المدير في المنظمة السياحية لتنمية الإبداع بين العاملين. الأسلوب الأول يتمثل بإشاعة المناخ المساعد للإبداع، حيث تتصدى روح الإبداع إيمان الإدارة العليا بها وجعلها جزءا من قيمها وتقاليدها بل وفلسفتها الخاصة في إدارة المنظمة السياحية، وهذا يكون من خلال استقطاب المنظمة السياحية لأفراد متميزين ومبدعين. الأسلوب الثاني تأسيس قسم أو وحدة للإبداع بسبب انغماس الإدارة بمجريات العمل اليومي الذي قد يستغرقها لمعظم الوقت، فإن العديد من الشركات الكبيرة والمعاصرة قد انتهجت وسيلة جديدة لتأسيس قسم أو وحدة إدارية متخصصة بالإبداع بهدف رعايته وتنميته. الأسلوب الثالث استعمال الجماعات الإسمية لخلق الأفكار الجديدة، حيث يمكن استعمال هذا الأسلوب لتوليد الأفكار الجديدة من قبل الأفراد من ذوي الخلفيات المتنوعة والإدراك المتفاوت بمعزل عن مجريات العمل اليومي. الأسلوب الرابع والأخير طلاب الأعزاء يتمثل بتدريب الأفراد على الإبداع، حيث يمكن تنمية المواهب الإبداعية لدى الأفراد من خلال التدريب المتواصل ضمن خطة مستهدفة تثمر عن تنمية روح الإبداع. الأعزاء، بعد اطلاعكم على ما تقدم يمكنكم الإجابة على التساؤلات الآتي: حدد مفهوم عملية اتخاذ القرار الإداري مبينا بشكل تفصيلي خطوات اتخاذه. السؤال الثاني، تكلم عن مفهوم الإبداع الإداري في عملية اتخاذ القرار. السؤال الثالث، تحدث عن الأساليب التي تعتمدها الإدارات المختلفة من أجل تنمية الإبداع لدى العاملين في المنظمات السياحية. أتمنى لكم يوما سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.